وشوشة. مين السعد على سعد؟ بنتي منة، لأن كنت مخلف محمود، وعايز أقول لك محمود اتولد بأربعين جنيه في جامعة كده في والله في عند عبود بأربعين جنيه، وتوتي بأربعين جنيه، منة بقى عشرين ألف جنيه. والله شو الفرق؟ منة دي وش سعد، لأن خلاص بقيت سعد الصغير. ايام محمود وتاكو تشالسه وتاكسو لعب كوره وحاجات كده وبيشتغل في زفاف، منه جت جه معاها السعد كله. انا اول مطرب اعتمد اذاعه وتلفزيون، وكان حلم بكر وعمر بطيشه وفتحله داخلين يعتمدوني، واعتمدت بفضل ربنا. الاعلانات جت بقى، عملت تيوتا وعملت جهينه في منه، فالاثنين دول فقريين، محمود واحمد دول فقريين جدا. هي منه ديت وش السعد. انا كنت الاول بشتغل كل يوم ست اوردرات في كبريهات، ست اوردرات. ابتديت واحدة واحدة، دلوقتي بشتغل اوردر مثلا كل 15 يوم كل شهر. حمادة هلال عنده قناعة لو عندي انا، يعني انا خلاص يعني بجد، ولسه كان مقابل فرح امبارح بسلم عليه، حبه ان حد حمادة هلال زي دوت. يعني عايز اقول لك رأس السنة ده لو احنا اجرنا 300 يعني مثلا 30,000 في رأس السنة بقى 100,000 جنيه. بص المكسب تريبل. يعني حمادة هلال يقول لا، يعني لو اشتغل بس اليوم ده، لا هو بيقول لا، هو بيقول لا راس سنه لو في خمور مش هيشتغل. فدي حاجه جميله جدا. وانا كان قصدي كمان ان حماده هلال ما بيسيبش فرض، دي حاجه جميله فيه. يعني انا اقول لك انا ممكن اصلي الجمعه مثلا بصراحه، يعني زي اي شاب دور عصر. لا يعني فايه اللي عامل فينا كده؟ الصحبه والشغل بتاعنا برضو. طب اشمعنى حماده هلال؟ فانا بحسده بجد فعلا، عشان كده ليه تصريح ان انا نفسي ابقى احمد هلال. احنا كنا قاعدين على القهوه كل الفرقه قهوه كده، عارفه اللي هي الشاب بربع جنيه والحاجات دي كده، في عشان تخش قوات مسلحه لازم تخش بالدور، يعني مش تخش الفرح كده خلاص. فاحنا قاعدين ببص لقيت واحد داخل علينا، قلت له ايه ده اللي جابك هنا؟ قال لي ده جاي اسلم عليك. بص طيبته، فكان ممكن ياخد العربيه ويمشي على طول، لكن هو طيبته قال له ده قاعد فيها. وجي بقى مش عايز اقول لك مش ساعه الصور بقى الموقف كله، قلت له اركب يلا ومشي. فحمد هلال ربنا يكرمه بجد. لا بجد ده حد مش موجود في الفن، خلي بالك مش هتلاقي حد زيه في الفن، كله بيدور على فلوس على فلوس على فلوس. حماده بقى لا، حماده انسان ما بيدورش على الفلوس قد ما بيدور على ربنا بجد. هم واخدين بس عن السبكي، ان ودي برضه تصريح ليكي، تخيلي ان مرات عم احمد السبكي ديت مام كريم لو الفيلم فيه بوس تعمل جنايه. تعالي كده الافلام بتاعتنا الثمان افلام مش هتلاقي فيها بوس. انا كان اصول ابوس دينا، يعني ابوس بوسه هنا وبوسه هنا وبوسه هنا، انا عارف اللي يحصل. فجينا عند ديت ورحنا يعكنا بوسه ورحت نازل، هتلاقي ما فيش في قفل الثمان افلام دول ولا بوسه. حتى لما صفنار تيجي ترقص تروح ماسكانه بقى كمان، ايه يا بتوع صفنار؟ والله ايه مش عارف ايه، لدرجه مسكه قالت لها انت مش لازم يعني ارفعي كده. فعلا بتبتدي صفنار كانت الاول سوري يعني، فبقت تبتدي تعمل كده. بس الافلام ما فيهاش مثلا ايه يعني، لان انا عندي ولادي خلاص باجي. كنت الاول وانا مثلا ساعة صور من غير ما اتجوز كنت بعمل اي حاجات، اقعد اغني اي حاجه. فدلوقتي بقى اقول لا ابني وصحابه وبتاع وكده، فانا صعب جدا تلاقي الفيلم فيه اسفاف او فيه اي حاجه. اتحبست سنه باغنيه كده مش هينفع اقول اسمها، ما كنتش انا ساعه صغير كنت بغني في الشارع، واغاني بقى انت عارف اغاني من الشارع بقى بغني اي حاجه. فجينا اصحابنا اللي هم اصحابي يعني راحوا باعتين للنائب العام ان سعد صغير بيغني كذا، فطبعا الناس شافوا سعد صغير ازاي سعد صغير يعمل كده، ما يعرفوش ان ده الكلام ده من سبع سنين. قعدت بقى اجيب بفضل ربنا، ده بفضل ربنا وده عمي، جبت ما يثبت ان انا التيشيرت ده كان بسبعة جنيه. والله قلت الله دي كده بسبعة جنيه لغايه ما اقتنع اللي بسبعة من ساعتها، وخدت براءة كنت واخد سنه مع اللي اقضيها لاروح، فروحت الحمد لله. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.